ايوا معاكم قابي قابي ممشي ديما في قلبي حبك عالم بيه غير بيتي تشيس عليا غير بعدي غير بعدي طريقة طويلة بلا ما تقرب بيه بلا ما تقرب بيه ديزي ماني فلو كمسوس ولا حلو شحال من ام سي وحلو معكم سفيان قابي سوف قابي ارشيس رابر من طراز الرفيع سوف قابي خويا هي السوف على الاسم ديالي اسمي سفيان الاختصار ديالها السوف وقابي هو اللقب فهمتي الدراري ولا الدرب وفهمتي لا فاميل عيباش سمي لي قابي وانا درت هاد الخطوه ديال السوف قابي باش تجي لاصقه وجات الحمد لله مزيانه اخويا ما نكذبش عليك حيت الراب المعنى ديال الراب ريفوليشن امريكان بيبل فهمتي اونتي سيستم كتعيش داكشي فوالا الله يرحم الوالدين يعني كتشوف انسان تقريبا تعيش واحد البيريود في الاحياء الشعبيه اللي غيجي ساهل داكشي كتبو فهمتي يعني واحد اخر غتلقاه عايش في شي بلاصه اخرى يقدر يشتري الهضره يشتري البوم يشتري تراك يشتري شحال من حاجه وبشوي بشوي بنادم تيوصل دقه على حسب الانسان علاش كينوي الخبرة ديالو وديك العطاء اللي غيعطي ان شاء الله في الدومين هو تقريبا كبداية مهم كبداية اخويا كندويو على ان الانسان كيفاش كيطيح وكيعاود ينوض وكيفاش كيساعد والديه وكيفاش العيشة اللي عايشين فيها يعني الحي اللي كاينين فيه حنايا كيفاش الاسلوب العيش اللي كاينين فيه كيدير المعيشة كي غتكون فهمتي يعني كتانسبير من الحياة ديالك وكتحط للناس واش قريب اللي كيكون مدوز داك الشيء كتشوشيه كيحس بداك الشيء وكيقول داك السيد راه كيقول ديك الهضره راه كاين خويا انا طوطو ما نكذبش عليك هو ارتيست زوين ولكن الراب اللي كيدير هو كوميرسيال يعني ما حنا اللي كنعرفوا الراب دي شحال هادي اصول ديال الراب هو الشارع فهمتي خصك تحط شي حاجه للانسان اللي عايشها اما دابا ولا الكوميرسيال فهمتي ولا بيع واشترى انا غنبيع ونشتري في هادشي وغنغني على هادشي وغندير على هادشي ما واكلش ونفس الوقت هما كيدخلوا فلوس وغاده مسيره بحال مادي فوالا من ناحيه الماديه راه غاديين بها هما وما فهمتي ما خدامش هو اول حاجه القدوه ديالي في الحياه هو الرسول عليه الصلاه والسلام وثاني حاجه اخويا كنقول لك انكوني داك السيد احتراماتي بزاف فهمتي حيت مادام قالوا فضائي حتى فضائي عنده واحد فهمتي واحد ليكسبيريونس واحد الخبره حيت هو ملي كان مع اسيس جينغ وكان مع زاوا وكان مع بزاف فهمتي الجينيراسيون اللي كانوا معاه هوايا في 2017 يعني كان راب كان نايد كانوا بيفات كان كنتي كتمزك اما دابا كتمنى من بزاف طروابي يديروا شي حاجه اللي كانت شحال هذه بحال دابا حليوه انش حليوه كان شحال هادي في بطل العالم في ولد فاطمه في نيك تي تي كان كيتسمى رابور فهمتي كان كيعطي شي حاجه زوينه وما نكذبش عليك هو طلع جينيراسيو طلع شي حاجه زوينه وكنتمنى منه انه يعاود يفيق حيت مادام حطيتي دوك الكوبليات ودوك التراكات ديال شحال هادي عاود دير شي حاجه زوينه باش تكسب عاوتاني الجمهور اللي كان شحال هادي وبيستك خويا حليوه وراه حنا خوش ماشي شي حاجه دابا اللي بغيت نجي ندويك على الكلاشات حيت حنا كاع ما عندنا الجينكستر في المغرب فهمتي الجينكستر كاين في شيكاغو في امريكا كيتكلاش مع واحد كيتبيفه هو وياه فهمتي في شي حاجه لوجيك اما هادي تيقول لك لا انا في السطح لا الاخر راهو كاين في الدوره انا راه مافيا هادي غنجيب من هنا هذا ماشي راه هذا كيضحكوا على الناس حيت كاين واحد جينيراسيون طالعه دابا ديال 2009 2010 كتسمع الجينغ كيمشي على داك الشيء هو راه ما كاينش غير فهمتي غير هواء ما كاينش غير تقريبا غير فوالا يعني كيوهم راسو بان راه كاين شي حاجه هو داك الشيء راه ما كاينش في المغرب وكنتمناو من يكون في المغرب فهمتي شي حاجه تكون زوينه من ناحيه البيفاش ومن ناحيه كليباش ومن وراه غادي كيتطور وبغينا تزاد شي حاجه هي متفق معاك حيت هي من واحد الناحيه راه ماشي شي حاجه اللي غتخلص لا ماشي دابا هي ماشي غير جي وغير جي ودير شي حاجه باش توصل يعني خاصك تحارب خاصك تقاتل وتحط وتبين البلاصه ديالك باش يقولوا داك الانسان راه عنده كارير
فهمتش يعني راه تيقول شي حاجه وكيتشوف شي بها شي حاجه الناس. وانا كنعشق الراب فهمتي، انا الاصول ديال الراب كنعشق اخويا، ونتمنى من الله عز وجل فهمتي نتطور بحالنا بحال بزاف الناس بحال الميريكان، حيت الميريكان هما الراب هو ميريكان فهمتي. الحر لامور الحب، الحب والخيانه الخونه والخيانه وداك الشيء فهمتي. ومن واحد الناحيه زوين، من واحد الناحيه ما كيتسماش راب، كيتسمى راي. نقدر نسمك شي حاجه خفيفه اوكي يا زيرو فور تشيك ديديكاس لكاع الدراري العشران خوت ايا زيرو فور ماذا فاك نيغا ايا معاكم غابي غابي المهم تشدي ما في قلبي حبك عالم به غير ربي تيتيس عليا غير بعدي غير بعدي طريقه طويله بلا ما تقرب بيه بلا ما تقرب بيه ديزي ماني فلو كمسوس ولا حلو شحال من ام سي واحد لو من هاد البلاد وغنخواو شفتيني دايز حل البيبان امسك رابي كي ايمان كيش نجار نطرقو بيران غنسدو دابا بيك الغيران حياتي داز وسط الغيران قرع السيل وشاد الميزان من بكري عارفيني فنان و ام سي حديدان تيك ماني الراب داخلي كيقول اماني عايش بلادي كنقول غيواني شاد بليهم كمي جواني بيس وغاد. المهم الدراري هادشي راه شويه فهمتي راه مع ستريس وداك الشيء ما خرجش شي حاجه اللي مزيانه وغاد. تسناوني هاد العبد المذنب ان شاء الله جي 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 شي حاجه شي حاجه واعره ان شاء الله. ودخلوا القناه ديالي راه فهمتي راه مصوب واحد الفيديو كليب خاصو تشوفوا الفيديو كليب الدراري وتشوف سوف غابي سوف غابي غطلع لكم لاشين ديالي يدير في تشيرينغ انا واحد الدري كاميكاس وغتشوفوا السيتياسيو كي غتكون كيفاش واخا بادين بواحد لي مويان لي مشويه وفهمتي كيقول لك الانسان حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب يعني بغي داك الشيء اللي كدير باش دير داك الشيء اللي كتبغي وكنتمنى من الله عز وجل فهمتي نوصلوا بالدومين هذا شي حاجه لقدام ونكونوا احسن من شحال من حاجه حيت كنشوفوا دابا غير داكشي اللي لا ما نقول وغندوي على جينيراسيون ديال مبو خويا نقول لهم دراري كونوا ناضين فهمتي حطوا شي حاجه زوينه عطاتكم فرصه ما تضيعوهاش حيت الانسان كتجي غير فرصه واحده في الحياه يعني انت جاتك هذيك الفرصه بين ليا قاد شي حاجه اللي غندخل نتمزك ماشي غادي نقول هذا لا راه ما عطاني والو ماشي بحال طارارارارار راه انا نقدر طارارارارار طارارارارار طار انا طراك ولكن راه ما نضحكش على البيبليك البيبليك راه كيفهم كيعرف الراب راه البيبليك هو الرابور هو الاصل اللي كيطلع الرابور الدراري كلمه اخيره اخويا على انا كنتمنى من الدراري ساندوني ويديروا فيا الثقه وان شاء الله راه غادي نبين لهم شي حاجه زوينه ان شاء الله.